إلى اللقاء. تعديل المعدل، هذا ما كشف عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فيما يتعلق بدستور الجزائر. الرئيس بوتفليقة الذي أجرى مرتين مراجعة للدستور في عامي 2002 و2008 انتهز مناسبة الذكرى 61 لاندلاع ثورة التحرير ليقول إن قرار المراجعة الجديدة للدستور بأي إطار يأتي في إطار استكمال مسار الإصلاح الذي بدأه في عام 1999. مرحبا بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي، أرحب بكم أنا راني العطار، وكذلك أرحب بضيوفي من الجزائر بأم سعد من تركيا القيادية في حزب جبهة التحرير التي نأمل أن تنضم إلينا في سياق هذه الحلقة. أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ صابر أيوب صحفي جزائري المقيم في لندن، وكذلك محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق وعضو حركة رشاد المعارضة. ولكن مشاهدينا قبل أن نبدأ الحوار نستعرض معا بعض أهم الأهداف التي ترمي إليها التعديلات المقترحة، وهي هذه التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم واستقلالية العدالة، تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها، وتفعيل المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة، إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فعالية، قامت آلية جديدة لمراقبة الانتخابات بهدف تأكيد وضمان الشفافية، تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات. إذن مشاهدينا نبدأ هذا الحوار مع الأستاذ محمد عربي زيتوت. أستاذ محمد أهلا بك مرة أخرى، لتضعنا في إطار تقييمك لهذه المراجعة الجديدة أو التعديل للدستور الجزائري. تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. هذا الدستور أو هذا التعديلات تم الحديث عنها منذ 99، يعني منذ أن جاء ببوتفليقة في أفريل 99، جاء به كبار جنرالات ووضعوه على رأس الدولة. بعدها بشهر أو شهر نصف ألقى خطاب وقال أنه ليس راضيا عن هذا الدستور. حينها كان الحديث وكأنه سيكون هناك تعديلات شاملة تعزز كما قيل آنذاك من مسار ديمقراطي ومن استقلالية القضاء ومن أشياء كثيرة، لكن في نهاية المطاف لم يحدث أي من هذا. وعندما تم تعديل الدستور بعد 9 سنوات من ذلك التاريخ، بالضبط في نوفمبر 2008، فإنه عدل لكي يتم فتح العهدات التي كانت مرة واحدة قبل التجديد مرة واحدة، تم تحديدها أو تمديدها إلى ما لا نهاية، وكان هذا هو التعديل الحقيقي، وهذا هو الذي مكن في الحقيقة لعبد العزيز بوتفليقة أن يأخذ عهدة ثالثة في 2009، وكان يومها مريض، لكن مع ذلك في 2014 وهو في حالة سيئة جدا وهو على كرسي متحرك وقد أصيب بصدمة دماغية وهو لا يستطيع الحديث وهو لا يستطيع أن يستمع ويتحدث من خلال ميكروفون ويستمع من خلال آلة في أذنيه، مع ذلك جيء به ووضع في عهدة رابعة، في حين أن البلاد في الحقيقة تشهد مشاكل كبيرة جدا، وأن هناك أوضاع اجتماعية متردية جدا وأوضاع اقتصادية شديدة السوء والتردي وحالة مهينة للبلاد ومخاطر محلية وإقليمية ودولية تتهدد البلاد، كل هذا، لكن مع ذلك الجماعة الحاكمة لم تستطيع أن تستبدل الشخص بوتفليقة وتأتي بشخص آخر. والحديث اليوم على هذه التعديل الدستوري في واقع الأمر لا يقولون من أنهم سيحددون العهدات بمرة واحدة قبل التجديد. إذن السؤال البسيط والمنطقي، ولماذا فتحت هذه العهدات في سنة 2008؟ لماذا؟ طيب أستاذ صابر، هل لديك نفس الرؤية؟ أعتقد تقريبا نفس الرؤية، ولكن لماذا الدستور؟ لماذا تعديل الدستور؟ أنا أرى أن تعديل الدستور في حد ذاته يضعف هذه الوثيقة التي هي مصدر لجميع القوانين الأخرى التي تسير عليها البلاد. ما هو معروف هو أن الدستور يعدل عندما تتطلب أو تستدعي الضرورة، أو عندما تصبح أمر معين ربما طرأ أو تجدد، أو ضرورات العصر تغيرت أيضا، يلجأ إلى تعديل
تعديل الدستور ليتماشى مع ضرورات العصر في الولايات المتحدة مثلا، تعديلات بسيطة أدخلت على الوثيقة المرجعية وهي وثيقة تأسيس الدولة الأمريكية. في كثير من الدول الديمقراطية الدستور لا يتغير، الدستور إذا تم المس به وتغيير مادة لا تحتاج إلى، لكن يبدو إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار النقاط المعدلة أو المضافة، يتحدث هنا عن الفصل بين السلطات، تفعيل دور المؤسسات الدستورية، يعني إعطاء نوع من التقوية لأداء المعارضة البرلمانية، هذه لم يحتويها الدستور السابق، موجودة في الدستور كل هذه الأمور. الدستور الجزائري دستور جيد ما عدا التعديل الذي تحدث عنه الأستاذ العربي زيطوط قبل سنوات، ولكن هذا ليس جوهريا، ليس الأمر جوهري، يعني كانت هناك يعني صاحت الصائحة في حينها عندما لم يتم الحديث عن تحديد الولاية الرئاسية، الآن حددت. الدستور الجزائري سواء عندما يتحدث عن مقومات الشعب الجزائري، عندما يتحدث عن طبيعة الحكم، عن طريقة انتقال السلطة، كله جيد ما عدا هذا التعديل الذي أجري عام 2008 وتم فتح العهدات الرئاسية أو الولايات الرئاسية إلى أكثر من واحدة تتجدد، وبالتالي ما لم الدستور كان بشكله جيد سواء في القانون المتعلقة بالأسرة، في ديباجة الدستور، كل القوانين تقريبا جيدة ربما تحتاج إلى بعض الروتوشات. لكن أستاذ محمد المشكلة أين؟ إذا كان الدستور بصياغته جيدة أو جيد كما يقول الأستاذ صابر، أين المشكلة إذن؟ في بلداننا التي يطغى عليها الطغيان المشكلة ليست في الدساتير وليست في القوانين، وإنما المشكلة هي في من يطبق هذه القوانين، في من يخضع لهذه القوانين. هل يخضع الرئيس للدستور مثلا ويمضي عليه؟ لا، كلما يأتي رئيس، نحن نتحدث طبعا على البلدان التي تقول أنها جمهورية، البلدان هذه التي تقول أنها ملكية أو غير ذلك، هذه لا تعترف لا بالدستور ولا بالشعوب. أما تلك التي أعطتنا صورة لنوع من الديمقراطية أصبحت ديمقراطية هزلية حقيقة، لأن كلما يأتي شخص، كلما يأتي رئيس يعدل الدستور على مقاسه، وأحيانا حتى لا يأتي الرئيس وإنما تأتي دبابة كما حدثت لدستور 63، كان هناك دستور جميل في الجزائر في 63، جاءت دبابة 65 وألغت وسجنت الرئيس وقام مجلس عسكري، ثم كان هناك دستور جميل جدا سنة 89 ولكن جاءت دبابة ألغت أسقطت الرئيس وألغت الدستور وألغت البرلمان وحكم العسكر. المشكلة في هذه الأوطان البائسة صراحة ليست الدساتير وليست القوانين وليست، وإنما هو أنه لدينا طغمة تحكم أحيانا مباشرة وأحيانا يعني غير مباشرة. المتابع لأداء الرئيس بوتفليقة خلال فترة حكومه يرى بأن الرجل قام بعديد من الإصلاحات، ربما هناك نوع من الطفرة الاقتصادية حدثت في الجزائر، محاولة ربما لتحديد دور العسكر عند بإقالة رئيس الاستخبارات في الآونة الأخيرة، أيضا هو وعد بالانتخابات الأخيرة بأنه سيقوم بإصلاحات دستورية وهو الآن يعلن عن ذلك صراحة بدون أي ضغط شعبي. عندما يأخذ له 16 سنة لكي يقيل رئيس دائرة في وزارة الدفاع تسمى المخابرات، فهذه هنا مشكلة. عندما يكون دخل الجزائر في 16 سنة هو 1000 مليار دولار ومع ذلك يلجأ الرئيس وكل الوزراء وكل المدراء وإلى العلاج في مستشفيات فرنسا وغير فرنسا، فهذه مشكلة. عندما تكون المدارس الجزائرية بلا تكييف وبلا تهوئة وبلا، فهذه مشكلة. طيب. عندما تكون الطرقات، عندما تسقط بضعة أمتار تكون الطرقات هي عبارة عن مسابح قذرة، هذه مشكلة. طيب. ليس هناك أي شيء سيدتي. انضمت إلينا الآن السيدة أم سعد من تركيا القيادية في حزب جبهة التحرير. مرحبا بك سيدة أم سعد، يعني أريد أن أطلعك بسرعة على ما دار من حوار بيني وبين الأستاذ محمد عربي زيتوت وأيضا الأستاذ أيوب هنا. يعني الاثنان انتقدا أن هذه التعديلات ليست حقيقية، لأن الدستور الجزائري هو دستور جيد بمضامينه، الآلية أو الإشكالية في التطبيق، وأن السلطة الحاكمة الآن غير قادرة على تطبيق أي دستور مهما كان. إذن أولا أقول مساء الخير عليكم جميعا. أهلا وسهلا. وشكرا على استضافتي في الحصة. على كل أنا سمعت الجزء الأخير من النقاش حول الموضوع. وقبل كل شيء أقول لمتتبعي القناة السلام عليكم وأمسية طيبة. وكذلك اسمحوا لي أن من خلال هذا المنبر أن أهنئ الشعب الجزائري بذكرى الثورة التحريرية 31-61 من ديال الثورة التحريرية، وكذا أهنئ الأمة العربية.
أما بالنسبة إلى ما سمعته يعني مؤخرا فنلاحظ أن هناك الكثير من الغلط في والمغالطات في ما سمعته. لماذا؟ لأنه كما تعلمون بعد الاستقلال أول دستور للجزائر الفتية والحديثة كان استحدث في أثناء بعد الثورة التحريرية في السنوات الأولى لاستقلال الجزائر، وبالتالي مع تطور الحياة الشعب الجزائري وممارسته السياسية والاقتصادية والثقافية تطلب ذلك في خاصة بالنسبة للتعددية أنه في 1989 تطلب الأمر أنه تضاف تعديلات. لماذا؟ لأنه كان هناك الحزب الواحد فقط هو الذي يسير البلاد، وبالتالي التعددية فرضت أنه تكون هناك تعديلات بالنسبة للدستور 89. أما التعديلات التي سوف تكون في بالنسبة للدستور القادم إن شاء الله، فالضرورة كذلك دائما نقول أنه حتى نساير الحياة المعاصرة فلا بد من وجود هناك تعديلات حتى يمكن للشعب الجزائري أن يتماشى مع هذا العالم المتحرك في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية. يعني أنت تقولين سيدة أبو سعد وربما الرئيس بوتفليقة أقر من خلال هذه المراجعة بأنه لم يكن مطبق الفصل بين السلطات ويعني تفعيل دور العدالة المؤسسات الدستورية وجودها وكذلك فعالية المعارضة داخل البرلمان. هذه الامور لم تطبق قبل 1 نوفمبر طبقا، وانما كانت هناك مواد ناقصه حتى يمكن ان تكون الاستقلاليه تامه للقضاء مثل ما يتطلبه الامر في الحياه في القرن 21، لان كل مرحله ولها خصوصياتها. ومن ثم سمعت كلام على حول تحديد عهودات يعني اثناء الحديث نقاشكم، فاعتقد انه العهدات كانت في بتعديل انه غيرت العهدات في الدستور الحالي في بتعديل 2008 بحيث فتحت العهودات. ربما في تعديل الدستور القادم يكون فيه تحديد. لماذا؟ لانه كذلك متطلبات سواء اللي قلنا متطلبات العصر الحالي القرن الحالي، وكذلك بالنسبه لطمأنه المعارضه حتى انها دائما تبكي وتقول انها فتح العهودات. هل هذه تعديلات طمأنه المعارضه كما تقول السيده ام سعد؟ اولا مع احترامي السيدة لكن هي تخلط تماما بين الدساتير. فدستور 63 ألغاه انقلاب 65، وجاء بعده دستور آخر هو في دستور 77، وجاء بعده دستور تعديل آخر نحن لسنا في حصة للمناقشة. وجاء دستور آخر في 89. معليش خليني أكمل سيدة مساعد. تكلمت فقط سأعود إليك، ولكن وجاء آخر دستور آخر في 89 وألغي الدستور 89، وجاء دستور آخر هو 96 دستور زروال، وعدل في 2001 وعدل في 2008. يعني هذه الدساتير تعدل أكثر مما تعدل قوانين المدارس الابتدائية، وهذا هذا هذا كارثة بالنسبة لما يسمى بالوثيقة الأساسية. أما قولك أن المعارضة تبكي، أنا لا أعرف عن أي معارضة التي تعتقدين أنها تبكي، ولكن الناس قالوا من أن ليس من المنطقي أن يتم فتح عهدات ويصبح الرئيس أبدي، وهو اليوم لماذا يعود عن هذا بعد أن قضى 16 عام وهو في حالة مزرية؟ لو كان الدستور طبق لطبقت المادة 88 التي تقول أنه في حالة عجز الرئيس والجميع يتفق حتى الأطفال الصغار في المدارس الابتدائية يعرفون أن الرئيس عاجز وأنه لا يستطيع أن يقرأ حتى القسم الدستوري من 90 كلمة الذي لم يكمله في أبريل 2014، كان المفروض أن المجلس الدستوري الذي على رأسه تغير ربما في 1 نوفمبر. يعني ربما التعديلات ماذا تغير؟ لم يتغير، هو لم يستطيع ولا يستطيع أن يتكلم. كيف يمكن لبلد تحوم حوله المخاطر من كل جانب وأوضاعه متردية جدا أن يأتوا برئيس لا يستطيع أن يتكلم؟ أين حدثت هذه في العالم؟ أستاذ صبر، أين المشكلة؟ لماذا لا يمكن أن يكون هناك تغيير؟ سيدة أم سعد سأعود إليك معذرة، يعني دعنا في إطار ما هو الحل الأمثل للجزائر إذا كانت التعديلات التي تحدث عنها الرئيس
لا تتوافق ربما مع رؤية بعض أطراف المعارضة؟ أعتقد أن الحل الأمثل في جميع دساتير العالم هناك ديباجة معينة تعرف بالدولة، تعرف بمقومات الدولة، تعرف بثوابت الدولة، هذا لا جدل ولا غبار فيه ومتفق عليه في الجزائر، وأبدا لم يتغير تقريبا، لم يتغير ما عدا في بعض المسائل المتعلقة بإضافة اللغة الأمازيغية. أما طريقة الحكم في طريقة قضية طريقة الحكم وانتقال السلطة وعمل مؤسسات الدولة، فهذا هو المشكلة في الجزائر، وخاصة بالنسبة للرئاسة وعمل المؤسسات والفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية. لكن عندنا في الدستور أيضا مواد كثيرة جميلة، هذه المواد تتحدث عن الحريات، تتحدث عن الكثير من الأمور الجيدة والجميلة. هذه الحريات التي يتحدث عنها الدستور الجزائري فهي حتما تتضمن، لكي تتوفر هذه الحريات يجب أن يكون فصل بين السلطات، ولكن في الجزائر أين هو هذا الفصل بين السلطات؟ القضاء لا يعمل تماما، في صحيح أنه قضاة نزهاء في الجزائر ولكن مكبلين، القضاء في يد القرار السياسي، في يد السياسي، لذلك نرى من نهب المال العام في الجزائر. النقطة ركز عليها هو الفصل بين السلطات وأيضا تحسين أداء القضاء. هذا لن يتحقق. لماذا؟ حتى هو مكتوب أصلا في الدستور، لماذا؟ لأن الفعل هو الغائب في الجزائر، لا يوجد تطبيق لهذه المواد، لو طبقت هذه المواد في جميع في أغلب القوانين ليس أنت فقط. تميل لما يقوله السيد زيتوت بأنه يجب أن يتغير الرئيس حتى تطبق هذه المواد؟ ليس الرئيس فقط، لكن تتغير، يجب أن تتغير تعاملنا مع الحكم في الجزائر، يجب أن يتم إشراك بالفعل كل الجزائريين في إدارة بلادهم عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ليس يطلع علينا الرئيس الآن ويقول أنه في المستقبل سينشئ لجنة لمراقبة الانتخابات. حسب الانتخابات والمعارضة رفضت أن تشارك في هذه الانتخابات، والآن أيضا في ضمن هذه التعديلات حديث عن أن تكون هناك هيئة مستقلة تراقب الانتخابات القادمة. هذا اعتراف على أن كل الانتخابات التي سبقت كانت مزورة، لماذا الآن فقط يتم إنشاء هذه الهيئة؟ لماذا لا يشرف القضاء أصلا على؟ أريد من أسمع منك ردا، أن هنا هذا اعتراف مرة أخرى من كما يقول السيد أيوب بأنه الانتخابات الفائتة لم تشارك فيها المعارضة، وكانت مسيطر عليها من قبل مؤسسات الدولة المحكومة من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبالتالي مشكوك أصلا في نزاهتها. ألو سيدة مساعد، هل تسمعيني؟ ألو سيدتي، هل يمكن لي أن أتدخل؟ تفضلي، أنا سألتك. لأنه لم أسمع جيدا أن السؤال موجه إلى السيد، على كل الزميل لا أدري من هو، من الذي يناقش يقول أنه لا ليس من المعارضة، ولكنه يتكلم بلسان المعارضة التي ترى كل شيء في الجزائر أسود، وبالتالي فأنا أرى أنه ما زال ينطق بالمغالطات. فالرئيس لما تتكلم تقول أن الرئيس لا يتكلم، فهذا مغالطة كبيرة جدا، فالرئيس يتكلم. فأما إذا كان على الكرسي فهناك من كان يحكم بلدا من قبل وكان يجلس على الكرسي، فهذه ليس مبرر حتى نقول عن الرئيس أنه لابد من تفعيل المادة 88. ولماذا تريد أن تفعلها والشعب قد زكى هذا الرئيس للعهدة الرابعة وكانت بالصندوق؟ فلماذا تريد أن تشكك وكانت هناك مراقبين؟ اسمحي لي سيدتي، الانتخابات السابقة لم تكن اسمحي لي سيدتي تحظى بالشفافية، وبالتالي مشكوك بنزاهتها. لا اسمحي لي، لما تكلم السيد من قبل تركت له الفرصة، فاسمحي لي حتى أتكلم. أنا كنت من الناس الذين كانوا في الانتخابات التشريعية 2012، ومن من حضروا شاركوا في الحملة الانتخابية للرئيس في 2014. إذن الشعب هو الذي صوت. كانت هناك منافسة بين المترشح آنذاك اللي هو السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي هو رئيس كل الجزائريين بعد تلك الانتخابات والاستحقاقات، والشعب هو الذي صوت على الرئيس ومنحه ثقته لتسيير البلاد، وهو له كل الثقة الكاملة في الرئيس. والرئيس الآن لما يتكلم على تعديل الدستور فهو التزام منه أثناء تقديم برنامجه الانتخابي في أفريل لانتخابات 2014، تكلم عن هذه الخطوات من بينها القضاء مستقل من قبل، ولكن كان لابد من إضافة
بعض الإصلاحات حتى تكون هناك شفافية أكثر وتكون استقلالية أكثر. يقول أشياء يعني مبهمة صراحة. طيب. حتى الطفل الصغير خليه يعني دعي لي يزيل شيء من الغموض. يعني المعارضة الجزائرية مدى تناسقها؟ سيدة مساعد ستبقين معنا الحلقة كلها، لذلك ولكن السيد زيتون سيغادرنا في النصف الأول، لذلك أريد أن أعطيه فسحة من الرد، من الوقت للرد. أستاذ محمد العربي، بما يخص المعارضة، يعني ما الذي تطالب به؟ الآن الدول التي شهدت تغييرات حدثت عن طريق المظاهرات وغيرها أتت بدول شبه فاشلة أو فاشلة، هل ما تطمح إليه المعارضة الخارج تحديدا هو أن تكون جزائر فاشلة؟ أولا نحن لسنا معارضة، لأن المعارضة تكون عندما تكونين في بريطانيا مثلا ويكون هناك نظام ديمقراطي، تكون هناك معارضة وتكون هناك سلطة ويكون هناك الشعب والذي يحكم. الناس الذي تقاوم اليوم هذا الاستبداد وهذا الطغيان تقول أن القضية لا، لماذا يجب أن نختار بين الفشل والفشل، بين الرداءة والإجرام؟ أولا الجزائر مرت بإجرام لا يقل عما يحدث اليوم في سوريا أو قريب منه، ولكن كانت يومها كل شيء السماوات مغلقة، وانقلاب 92 هو الذي فتح هذه أبواب الجحيم على الجزائريين، وكان هناك أكثر من 200 ألف قتيل، وهذا رقم رسمي وليس من عندي. ثانيا عندما تقول سيدة أن الرئيس يتكلم، الرئيس لم يتكلم منذ 8 ماي 2012، يعني منذ 40 شهرا بالضبط، 40 شهرا لم يلقي اربع كلمات لشعبه، وانا من هنا اتحدى وهو يسمع وانت تسمعين وكلكم تسمعون، لو يستطيع ان يقول السلام عليكم ورحمه الله لشعبه، لو يستطيع ان يقول مساء الخير. الشعب يستطيع ان يسمعك. الشعب هو السيد. الشعب هو السيد. الشعب هو السيد. معذره سيد ام سعد، اسمحي لي ساعود اليك. الشعب هو السيد، تعتقدين أن هذا الشعب مخبول ومهبول لهذه الطريقة أن يقبل بشخص لا يتكلم معه، لا يستطيع أن يتكلم من خلال الميكروفون لبعض الضيوف المختارين؟ دعونا من هذه، لأنكم لا تفهمون أن الجزائر تغرق والبلاد ستغرق تماما بهذه الطريقة، وأنتم تعتقدون أنها سباحة جيدة وليس غرق نتبيليه. تقول أنه ليس معارضة، وكلامك كله يعني يأتي في إطار المعارضة. أنا قلت مقاومة، نحن أكثر من معارضة. باسم بلسان المعارضة المباشرة صحيح أنها مقاومة غير مسبقة، لكنها مقاومة، لأنك لا تستطيعين أن تكوني معارضة عندما يكون لك هناك مخابرات وجيش يحكم من وراء الستار ولديك هذا الوضع الكارثي بكل يعني. الآن تحدثي بفضلك، لأنك كنت تتحدث لا أسمع شيء مما تقول. تكلم من السابق، لا لأني تكلم كثيرا أشياء غالطة بتمام. عليكم أن تأتوا إلى الجزائر وتلاحظون الإنجازات التي قام بها الرئيس منذ توليه الحكم في الجزائر في 1999 بعد العشرية السوداء التي كانت مأساة وطنية أنا شخصيا لا أريد أن أتذكر، لأن كان عانى فيها الشعب الأمرين، وبالتالي تسبب فيها العسكر. أنه لما يعني أنا قطعت لما استلم السلطة عن طريق الشعب، صوت الشعب، قام بما أول خطوة كانت الوئام الوطني، تلتها المصالحة، قانون المصالحة الوطنية الذي أرجع إلى الجزائر أمنها واستقرارها الذي نعيش نحن به الآن، ولم يصبنا ما أصاب بعض الدول العربية المحيطة. أضف إلى ذلك، عاد إلى الجزائر مكانتها الدولية، وما بالك بما الإنجازات التي قام بها في الجزائر. ما عليكم إلا، لماذا نريد أن نغطي الشمس بالغربال؟ طيب أستاذ صادق، يعني بين المقاومة وبين المعارضة التي تطالب بتعديلات داخل الجزائر، ومعارضة أخرى تقول لا، يعني هو الحكم كله أصلا غير مرفوض والرئيس غير قادر على إدارة البلاد وغيرها، أين أنت من هذا؟ كيف يمكن أن تدار الجزائر في المرحلة المقبلة؟ بالفعل المشكلة خطيرة جدا في الجزائر وصعبة. أنا لست لا مع المعارضة ولا مع النظام. أنا ربما أن أكون أولا مواطن جزائري وثانيا صحفي متابع سواء للأمور في للشأن في الجزائر أو الشؤون الدولية الأخرى، وبكل المقاييس الجزائر يعني دولة فاشلة في جميع المجالات، لنقول فقط على الاقتصاد لا أتحدث عن السياسة. ربما هناك نماذج كثيرة من الصين إلى دول أخرى ربما ليست لا توجد بها ديمقراطية، ولكن على الأقل فيها إقلاع اقتصادي، فيها بعض الرفاهية الاقتصادية استطاعت أن تحقق، ومن ثرواتها استطاعت أن تغزو العالم بمنتجاتها. لكن في الجزائر
الجزائر المشكلة حتى الفشل في جميع المجالات حتى اقتصاديا. أما بالنسبة لطريقة وآلية الحكم في الجزائر بعد كل هذا التراكم عقود من الفشل منذ استقلال البلاد والجزائر تتخبط ولم تجد حتى نموذج اقتصادي تسير. طيب. لا هي اشتراكية ولا هي نعم. أستاذ محمد عربي زيتود على مشاركته في هذا النصف من هذه الحلقة. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير نواصل بعده حلقة اليوم برنامج حديث الساعة. ابقوا معنا مشاهدينا ومستمعينا. الاختطاف واضح أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود. ربما ينجح أحد الحزبين الكبيرين في استقطاب أصوات الناخبين البريطانيين. يلزم كل واحد يعرف فين يتواجد وشنو قاعد يعمل. هناك شعور عام في تونس بأن ما قبل هجوم باردو مختلف عما بعد الهجوم. I'm Usain Bolt, the fastest man in the world, and you're watching Trans World Sports. Tune in. رياضات تعرفها وأخرى لا تخطر على البال. رياضات تحبها أو لم تسمع بها. من جميع زوايا الأرض عبر العالم في مكان واحد. ترانس وورلد سبورت على شاشة بي بي سي. مرحبا بكم من جديد مشاهدي ومستمعي برنامج حديث الساعة لهذا اليوم والذي نتناول فيه الشأن الجزائري في ظل إعلان الرئيس بوتفليقة عن مراجعة جديدة للدستور. ولكن قبل أن نواصل هذا الحوار نتابع معا هذا المقطع الذي يعكس تساؤلات بعض المواطنين الجزائريين بهذا الصدد. أنا ماذا بيا نسأل رئيس الجمهورية ونسأل المعارضة ونسأل الأحزاب بيكون الدستور هذا الدستور دستور الوطن ما لا شخصيين لا ولا والدستور للشعب الجزائري كامل. السؤال هذا الدستور هذا كي راح يكون فيه تغيير؟ بروميرمون تغيير اذا كان ما يخش لي جان لا جوناس الشبيبه تكون فيها تغيير للشبيبه. ماذا بينا الشبيبه؟ انا شاب من بين الشباب هذو كاع، ماذا بينا يغزروا فينا؟ نسال الرئيس ونسال المعارضه ونسال ثاني البرلمان ورؤساء الاحزاب وين رانا رايحين في هذه السفينه. كيفاش يكون الدستور؟ واش من الهدف من الدستور؟ انا في رايي الدستور هذا يعني ما عجبني هذا الدستور هذا كون يطبق برك القوانين اللي فيه. لو كان سقسيو المعارضه على هذا الدستور اللي حوسه واش من الهدف تاعو؟ انا بدي اسال سيدي الرئيس اسكو في الانتخابات تكون عندنا شفافيه؟ احنا ماذا بينا نعرفوا الشعب راه حاب يعرف. كما نقولوا احنا ماذا بينا تكون شفافيه في الانتخابات. انا نسال سواء رئيس الجمهوريه او رؤساء الاحزاب سواء المعارضه او اللي في السلطه اللي عندها الاغلبيه على مكانه الحريات المجتمع المدني والجامعات المحليه، هل سيفرض لها فصل يعني في الدستور الجديد ام لا؟ انا لو كان يكون لي لقاء مع رئيس الجمهوريه ولا رئيس المعارضه ولا رؤساء الاحزاب هادو انا نسال الرئيس ونسال الاحزاب ونسال المعارضه على الانتخابات هذه تكون ان شاء الله تكون فيها الشفافيه ما يكونش هناك فيها تزوير. انا نتمنى الدستور يكون يسمع ينطلق من البلديه حتى يوصل البرلمان، الانتهاء تاعه في البرلمان بشروحات. انضم لحوارنا الان الاستاذ سليم صالحي الصحفي والاعلامي الجزائري. مرحبا بك استاذ صالحي، استمعت الى اراء نخبه من يعني الجماهير الجزائريه وكلها ربما تدور في افق واحد وهو سؤال اين تمضي السفينه الجزائريه اليوم بعد هذه التعديلات؟ سواء على حساب الرئيس او المعارضه او حتى البرلمان. مع الاسف الشديد المطروح الان
يعني تسريبات حول مشروع تعديل للدستور كان قد أعلن عليه الرئيس بوتفليقة سنة 2011 كما يعرف الجميع. يعني وقت ما بدأت الثورات العربية النظام الجزائري حاول أن يجد حل مخرج فأعلن عن إصلاحات سياسية وعن تعديل دستوري مرتقب. وأتذكر أنه في ذلك الوقت بدأت التسريبات أيضا الصحفية تتحدث عن تعديلات عميقة سيقوم بها هذا الرئيس، لكن منذ 2011 حتى الآن لم يحدث أي شيء، ولم يعدل الدستور، ولم تفي السلطة بتلك الوعود. وظهر جليا أن القضية قضية مناورات متعودة عليها هذه السلطة، تربح الوقت، حلول آنية لمشاكل عميقة تعاني منها الجزائر على المستوى الاقتصادي كما كان يذكر زميلي صابر، أو على المستوى السياسي، على حتى داخل المجتمع صار عندنا مشكلات رئيسية احنا في المجتمع الجزائري. إذن يعني في مقابل البحث عن حلول جذرية مرتبطة بحل إشكاليات شرعية الحكم، من يحكم؟ كيف يكون رئيس البلدية؟ كيف يكون رئيس المحافظ؟ كيف ينتخب رئيس الجمهورية؟ دور المعارضة والمجتمع المدني وكل هذا. تسريبات عن تعديلات في الدستور، ولا سيعلم حتى الآن من هي الجهة التي سترسم هذا الدستور، هل هو البرلمان؟ هل هو استفتاء شعبي في الجزائر؟ إذن أرجع وأقول أنه قضية الإصلاحات كانت قبل ما يسمى بالربيع العربي مثل ما قال الصحفي، وليست لم تكن مرتبطة بذلك الأمر. وكانت هناك بعض الإصلاحات التي سبقتها، من بينها الكوتا الخاصة بالنساء في البرلمان. ثم بعد 2012 كان من المفروض تبدأ عملية تعديل الدستور. في بداية 2013 الكل يعلم أنه الرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة أصابته وعكة صحية، وبالتالي لم يتمكن من القيام بالبداية في هذا المشروع. وتلتها الانتخابات الرئاسية في 2014، وبعد ذلك كلف على كل الكل يدري رئيس الديوان الخاص بالرئاسة وهو سيد طيب لكن يعني سيدة مساعد سؤالي يتعلق حتى بالعمل. سامحيني سيدتي، سألتك من هي الجهة التي ستقوم بالمصادقة أو بتعديل الدستور؟ يعني هل هو البرلمان؟ لا، حتى نتكلم نكون حتى أكون منهجية في في فيما أقول. وبالتالي بدأت عملية أخذ الآراء المنهجية المشروع حتى تقديمي. لحد الآن هناك طرحين، إما أن يمر عن طريق البرلمان بغرفته، أو يكون استفتاء. هناك من يحبذ استفتاء شعبي، وبالتالي لحد الآن كلمة في رسالة الرئيس كان تكلم أنه سوف هذا المشروع التعديل سوف سيتم الإعلان عنه عما قريب. وبالتالي إذا كان في نهاية من نهاية سنة 2015 أظن أنه يمر عن طريق البرلمان، أما ربما في بداية 2016 فممكن جدا أن يكون عن طريق استفتاء شعبي. ولكن من يقول تسريبات فلحد الآن لا يوجد إشارة إلى الطريقة التي سوف يتم بها. ولكن أليس هذا مفهوم يعني أن تكون نتحدث عن تعديل دستوري وهي ربما أهم وثيقة في البلاد، ولا نعرف الجهة التي ستقوم فيها؟ وكل دساتير العالم تصدق عن طريقين، أما عن طريق استفتاء. الجهة التي تقوم بها الرئيس هو الذي سوف يقرر. اسمحي لي سيدتي، الرئيس له الصلاحيات في أنه هو الذي سوف يقرر، إما عن طريق البرلمان أو عن طريق استفتاء شعبي. كما تعلمون نحن الصلاحيات الرئيس سؤالي كان يتعلق واسعة، هناك مثلا وكنت سمعت من قبل التعيينات العسكرية وإقالة، فهذه من صلاحية الرئيس فقط. نعم، لا أعتقد أنه من صلاحية الرئيس في الدستور الجزائري عندما يكون التعديل جوهري ويمس بمواد جوهرية سواء تتعلق بالثوابت أو طريقة الحكم، فهذا لا يعني الرئيس ولا يخص الرئيس. الرئيس لديه صلاحيات أخرى في الدستور. قلت الرئيس هو الذي سوف يحدد الطريقة، ولم أقل. نعم، ولكن مواد جوهرية لا يستطيع للرئيس أن يقرر فيها. أنا أجبت على السؤال، لماذا نناقش يعني نضيع الوقت؟ أنا قلت هو الذي سوف يقرر
يقرر. ما هي هو الذي يحكم في البلاد، من تريد هو يقرر؟ ليس هو من يقرر، من يقرر هو الشعب في هذه الحالة. هو لديه، هو لديه السلطات، هو الذي لديه السلطات. دستوريا الرئيس لا يستطيع ان يمرر الدستور عن طريق البرلمان اذا كان فيه التعديل يمس يعني مواد جوهرية بما فيها المادة التي تخص تحديد ولايات الرئيس. بطبيعة الحال هذا الآن مطروح، لكن المشكلة في الجزائر ليست هي هنا. حتى وإذا عرض هذا المشروع على الشعب للاستفتاء حتى يكون مكتملا كما يقال، لأنه عندما يعرض على البرلمان يكون بتعديل برلماني، فهذا التعديل منقوص ومشكوك فيه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه البرلمان ليس بالضرورة صحيح أنه يمثل الشعب، هذا إن كان البرلمان لا يمثل الشعب يعني. لا 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 نصل الى نتيجه. سيده مساعد، لا نصل الى نتيجه، هو يشكك في كل شيء. سيدتي، منذ ان جاء الرئيس بوتفليقه اي نقاش هذا؟ طيب لا لا، هذا نقاش منهجي. ساعود لك. طيب لحظه، منذ ان جاء الرئيس بوتفليقه سنه 1999 باتفاق مع المؤسسه العسكريه كما هو معروف، عمل تعديل سنة 2002 في الدستور، والذي رق فيه ما يسمى الأمازيغية واللغة الأمازيغية وكل هذا الحديث مادة واحدة. لكن التعديل المهم كان في 2008. نعم، هذه نقطة ناقشناها. نعم، وهي نعم يعني حتى تكون منهجية. التعديل كان في المادة الرسمية. نأتي إلى قضية البرلمان. إذا صادق، إذا كانت تعديلات يعني غير جوهرية ومرت عن طريق البرلمان بغرفتيه، هنا المواطن الجزائري يسأل عن مصداقية البرلمان ومجلس الأمة. الكل يعلم في الجزائر بأن الانتخابات في الجزائر هي انتخابات مزورة، وانتخابات التشريعية التي أفرزت هذا البرلمان هي انتخابات مزورة ومطعون في شاهدنا في 2012. أنا شاهد على أن الانتخابات التشريعية سنة 1997 التي أزاحتكم. خليني أكمل فكرة على الأقل يا سيدتي. يا سيدتي المحترمة، أكمل فكرة واحدة وأعطيك الخط. تفضل. سنة 1997 أزحتم من أغلبية البرلمان، أليس كذلك؟ بقرار من عند السلطة، وتم تنصيب الأغلبية لجماعة يحيى والآرندي، أليس كذلك؟ ثم تمت مفاوضات مع حزبكم ورجعتم للأغلبية، وأنت تعرفين القصة بعد ذلك. لا يوجد في الجزائر انتخابات نزيهة، وأنا مسؤول عن كلامي. البرلمان مزور ولا لا مصداقية لهذا البرلمان، وبالتالي لا يمكن أن يعدل. ولكن الدستور، المعارضة في معارضة الداخل يعني دخلت في حوار وطني مع حكومة الرئيس بوتفليقة، لو كان الشعب يثق في المعارضة كل ثقة لمنحها ثقة. أنتم قزمتم المعارضة، أنتم حاصرتم المعارضة. نحن قزمنا، أنتم فعلنا، نعم، السلطة. أنتم الذين هل تتذكرون الذي حدث يوم 24 فبراير؟ ألم كانت معارضة شرعية، المعارضة الرسمية، خرجت مؤخرا خرجوا الشرطة والكلاب. هذه انتم تمنحون الدعاء، ليس مثل المعارضة ان تسمع صوتها يعني في الدول الاخرى، مثلا في مصر او في سوريا او غيرها. حاولت انشاط، لماذا لا تستطيعون؟ خلي عندك شجاعة، لي تكون عندك شجاعة سيدتي وتقول انه السلطة تحاصر المعارضة، وانه حتى قاعة للاجتماع المعارضة لا تمنح. تمنح لهم القاعات، ولما خرجوا يوم 24 خرجت الشرطة. سيدة مساعدة، عليك الآن. سيدتي ممكن تعطيني نتكلم؟ تفضلي الآن لك الكلام. أنا في الانتخابات لقد أتت لجان، كانت هناك لجان فيها عناصر من الدوليه من خارج الجزائر، وشهدت بنزاهه الانتخابات. هذيك اللجان اللي قعدت في الفنادق وبالحراسه التشريعيه. اسمح لي، احنا كما يقولوا في الجزائر تبلعيط هذاك، انا شبعين منه، يرحم والديك. تشوف غير انت برك، انا نكلمك باللهجه الجزائريه، كلش تشوفه انت برك انتحل. انا فعلا نشوف ابيض ونشوف اسود. ومن حقي أن
معقول تشوفيها ابيض الا كنتوا تطلعوا بالتزوير للانتخابات وتديوا 30 مليون في الشهر؟ انا ثاني نشوف وانتم عندكم الحق تقولوا وعندكم السيارات وعندكم كيف تقول كيف لماذا هناك لجنه هناك يصير تشوفيها ابيض؟ هذا اتركني ان اجيب والا انسحب. لا انا لا احب المغالطات الكاذبه. يعني معذره ضيوفنا يحمون في النقاش والاصوات تصعد على بعضها، ولكن لك الان حريه الكلام. هناك خطا، هناك مغالطة. هناك مغالطة، هناك كل ما تكون هناك انتخابات الرئيس لذا في التعديل هذا التعديل الدستور راح تكون فيه آليات جديدة للجنة المستقلة تدعيمها، لأنه كان هو يعطي مرسوم من خلاله تشكل لجنة مستقلة فيها من الأعيان وحتى من الأحزاب يشاركون في اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وكل حزب يشارك سواء حزب أو جماعة حرة لديهم القاعات التي ينشطون فيها الحملة الانتخابية ولديهم المكاتب ولديهم الحق في التفتيش ومراقبة وأثناء الفرز حسب الوقوف على الصندوق. إن أنا لا أرضى أنك يا سيدي تغالط بهذه الدرجة الفاضحة. لا توجد حرية في هذا الأمر مثل ما هي موجودة، أقولها بكل صراحة وبكل فخر، مثل ما يجري في الجزائر. طيب. من خلال انتخابات، وكذلك حرية التعبير والحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وخاصة منذ سنعود إلى حرية الصحافة سيد أم سعد وحقوق الإنسان، ولكن دعيني أشرك في الحوار السيد أيوب هنا. سيد أيوب، يعني الضمانات التي قدمها بوتفليقة للمعارضة بأن تكون هناك انتخابات تشرف عليها هيئات مستقلة، إلى أي مدى كافية لإقناعها بالمشاركة بالانتخابات هذه المرة؟ لا أعتقد أن المعارضة ستبتلع الطعم. أنا لست من المعارضة أقول دائما، ولكن أعتقد أنها لن تبتلع الطعم. لماذا؟ إلا من بطبيعة الحال المعارضة بين قوسين التي تريد تبحث عن مصالح وامتيازات معينة. شاهدنا أحزاب كانت في المعارضة واستطاعت أن تدخل وتشكل حتى حكومة الوفاق أو التوافق الوطني. المشكلة في الجزائر أنه في هذه الانتخابات التي تزور، الانتخابات تزور على مراحل قبلية وأثناء الانتخابات وبعد الانتخابات، هذه مشكلة كبيرة في الجزائر. أما الكلام الذي تحدثت عنه السيدة واللجان التي تأتي من أوروبا وإفريقيا فهذا كلام فارغ، لأن هذا اللجان عملها يكون في العاصمة وبعض المدن. ولكن أنت تريد كل ولكن شيء تمحيه. نعم، ولكن المشكلة في الجزائر حتى إذا طرح الدستور الآن، نفترض أن الدستور سيطرح على استفتاء شعبي حتى يكون التعديل له قيمة، يعني عندما يطرح على الشعب ليس كما يطرح على البرلمان، الأمر مختلف تماما. حتى وإن طرح على الشعب فهو يطرح هل توافق بصيغة، هل توافق على التعديلات الدستورية؟ نعم لا. بطبيعة الحال المواطن البسيط الذي يجري وراء قوته اليومي لا يفهم ما معنى هذه التعديلات، ما معنى الفصل بين السلطات. يعني لا توجد جهة معينة وهي المعارضة. يفترض إذا كان المواطن الجزائري هو من يختار، هذه صيغة الاستفتاء، كل استفتاء تجري والمواطن له حق، يعني حق في الاختيار. لكن المشكلة كيف آليات شرح والحملات الانتخابية والنقاش يعني حول هذا النقاش القبلي الذي يكون في وسائل إعلام أولا منفتحة وعن طريق مؤتمرات وندوات وسماح كلي لأحزاب المعارضة ربما هذه مسؤولية. نعم، هنا أتي إلى هذه النقطة، أتي إلى أحزاب المعارضة أولا. صحيح أن اللوم يلقى على بعض الشيء على أحزاب المعارضة أيضا، هذه أحزاب المعارضة التي لا تمتلك حتى مواقع على الأنترنت يستطيع المواطن الجزائري أن يتواصل من خلالها ويطلع. صحيح أنه فيه تضييق من السلطة كبير على المعارضة، مثل ما تفضل الأستاذ سليم وقال أنه في بعض الأحيان لا تمنح لهم حتى قاعة لعقد ندوة أو الاجتماع مع مواطنيهم. والسلطة بالفعل نجحت وعملت على فصل الشارع عن المعارضة خلال التسعينات. المعارضة الآن لماذا لا تخاف السلطة من هذه المعارضة بكل صراحة؟ لأنه ليس لديها قاعدة شعبية. ولكن نعم. مع أنها لا تخاف من المعارضة كما تقول، والسؤال لك أستاذ سليم، ولكن أيضا أجرى تعديلات عبر التسريبات غيرها تعتبر محاولة إصلاحية مداهنة ومغازلة للمعارضة، أليس كذلك؟ شوف، كانت من الحكمة أنه يستفيق هذا النظام وهذه السلطة وأنه يعرفوا بلي رانا في أزمة اقتصادية الآن، وأنه التوافق الوطني فيه ضرورة لتوافق الوطني، فيه ضرورة للذهاب إلى مرحلة انتقالية، ليست مرحلة انتقالية
كما يقول جماعة السلطة أنه أنتم راح ترجعون للجماعة اللي قبل اللي بعد الاستقلال، لا، هي مرحلة حكومة وحدة وطنية، حكومة توافق وطني حتى ننقذ البلاد. إحنا عندنا الانتخابات مزورة من الانتخابات البلدية إلى الرئاسية، هذا ما فيهش جدال. أنا ابن الجزائر وأنا صحفي بديت من 1992 وأعرف ما عما أتحدث، وكنت صاحب مؤسسة إعلامية وأعرف كيف يصنع القرار في الجزائر. الانتخابات تزور، إذن ما دام الانتخابات تزور أي كلام آخر هو كلام ثانوي. عندنا فزات اقتصادي رهيب في الجزائر، الرشوة رهيبة، عندنا خلل هيكلي في الاقتصاد، عندنا مشاكل عويصة في المجتمع. مش تعديل دستوري اللي راح يجيب يا سيدي، نطبقوا هذا الدستور اللي موجود. طيب المشكلة هذه هي، هناك مشاكل اقتصادية ربما ضغطت على الحكومة الجزائرية لإجراء هذه التعديلات كما يشير الأستاذ سليم، بالإضافة إلى أن هناك شكوك وعدم ثقة بأن أي انتخابات ستجرى في الجزائر ستكون المعارضة مشاركة حقيقية وسيمنع التزوير فيها كما يقول الأستاذ سليم. ألو؟ نعم، لك السؤال سيدة أم السعد، سألتك لي الكلمة. مع الأسف الشديد احنا يعني سيدتي مع الأسف الشديد لم نتقدم في الحوار، بقينا دائما في الانتخابات مزورة وكذا وكذا وكذا، بقينا البلد في حلقة مغلقة. هذه عقدة البلد، هذه عقدة كارثة البلد. كارثة يعني كارثة في هذا صراحة. لما تتكلم تقول أن المواطن لا يمكن أن يعرف كذا وكذا، إذا تقصر من ليس نقصر ولكن لا المواطن هو الذي يعرف عن طريق المعارضة أو عن طريق كيف لا تمنح؟ لأنه ما الذي يمنعه من أن يمنح رأيه بكل شفافية؟ أنت اسمح لي أنت إعلامي ولكن تقول أشياء غير حقيقية على الشعب الجزائري. متعددة، دعنا من ذلك. انتخابات صراحة لم نتقدم الانتخابات. لماذا المعارضة ليس لها برنامج قوي يقنع الشعب، وبالتالي فالمواطنين عزفوا ولم يعطي أصواتهم لتلك المعارضة لأنهم لا يروا فيها البديل الذي يأتيهم بما هو أفضل، وبالتالي فتوجهوا للأحزاب التي يرون فيها أنها أكثر تعطيهم أكثر حدود في بالنسبة سياسيا، استقرار سياسي واقتصادي وثقافي. يقول السيد حكومة انتقالية، لما حكومة انتقالية؟ هل لدينا أزمة سياسية؟ ليس لدينا أزمة سياسية في البلد، ولماذا نضع حكومة انتقالية؟ نحن الآن في استقرار سياسي، التعددية موجودة، حرية التعبير موجودة. ألا ترين أن صحة الرئيس معتلة؟ وأنت قلت في حديثك ذلك، وهناك مادة دستورية تقول أنه شغور منصب الرئاسة يجب أن يكون هناك شخص بديل. ليس شاغرا، هو يمارس كل مهامه المنوطة التي منحها إياها الدستور بكل دقة. ليس قلت لك في البداية وللجماعة أن دولة ما، وأنت تعلمين من أذكر، حكم وسير بلاده في مرحلة صعبة جدا وهو مقعد على الكرسي، وبالتالي هي فلا يمكن أن نقول أنه هذا خطأ كبير جدا بين الولايات المتحدة والجزائر. سوف نخرج إلى نقطة أخرى. قلت اسمحي لي سيدي، المواطن هو الذي لم يسمح يثق في المعارضة، وبالتالي فقدت شعبيتها كما قال الصحفي، وليس السلطة التي نزعت المواطنين عن كيف تنزع كيف الأغلبية جبهة التحرير، كيف النموذج المغاربي يكون من غير المعقول أننا نأخذ المواطنين ونقول لهم لا تذهبوا للمعارضة. سيدة مساعدة، يعني كل أستاذ سليم، يعني النموذج المغاربي الذي وهو دولة قريبة على الجزائر، يعني هناك إصلاحات حجرت، انتخابات شاركت فيها المعارضة، وهذا وبالتالي ضمنت مؤسسات الدولة أن تبقى في أساسها. يعني هو يتحدث عن ديمقراطية هادئة، ما العيب، ما المثلة في أن تكون هناك ديمقراطية هادئة في الجزائر؟ طيب نحن ننتظر 15 سنة في هذه الديمقراطية. الرجل رئيس الجمهورية المعترف به في الجزائر، أنا مانيش نقول لن نعترف برئيس الجمهورية، أنا مواطن جزائري، أنا نقول باللي كاين مشكل في شرعية الحكم، وشرعية الحكم مطعون فيها وعندي الأدلة فيها. أنا في 2004 حتى رد على الأخت في قضية الانتخابات الرئاسية اللي فاتت، هؤلاء أصحاب السلطة كانوا على المنابر يتهموننا بالخيانة العظمى لأننا لم نساند الرئيس.
وأنا اتهمت شخصيا مع رئيس حزب كان مرشح اللي هو علي بن فليس وفي الجرائد ورفعنا قضايا أنه كنا نخطط للفوضى في الجزائر في اليوم الثاني وكانت قناة تتذكر جريدة النهار وش كانت تحكي. إذن هؤلاء أخذتهم العزة بالإثم، وهذه الأخت راهي تعرف ماذا أحكي. أرجع لجوهر الموضوع، هي تقول لم نتقدم في النقاش، لأن فعلا عقدة الجزائر هي عقدة الانتخابات، عقدة شرعية الحكم. إذا لم نتجاوز هذه المرحلة لن نتجاوز أي أزمة في الجزائر. يا سيدتي، يا سيدتي، قضية المعارضة أنا عضو في هيئة التشاور، أنا أقول لكم أنت تريدين أمثلة، أنا تريدين أمثلة. طيب بسرعة بس، معارضة تطلب ترخيص، لا يجب أن تطلب الترخيص، ترخيص من عند الوالي المحافظ حتى تعمل اعتصام مثلا، رغم أنها معتمدة. رغم أنها معتمدة، مثلا تطلب قاعة حتى تجتمع يعني ولا يعطيها. ولا يعطيها. مساعد يعني وبسرعة. مسألة الحريات. تحدثت عن مسألة الحريات. ذات الطابع السياسي أو الاجتماعي. هو قانون سياسي. أنا أفتح نقول في المقابل، أنا عندي أدلة قاطعة أن وسائل الدولة، يا أختي كريمة خلينا نكمل الجملة. وسائل الدولة، اسمحي. أنا أريد أن أذهب إلى وسائل الدولة، تعطى لهذه الأحزاب لكي تنشط سياسيا. وسائل الدولة هذه كل عالم يعني لا كل عالم متخلف وليس هنا في بريطانيا. هناك دائما وسائل إعلامية لا لا يهم لا يهم هي قالت إذا كان الاجتماع أو السياسي أو الثقافي أو ما إذا أردت الآن أن أخرج إلى شوارع بريطانيا وأعمل مظاهرات الآن لا أحتاج إلى تصريح فأخرج الآن هذه هي الديمقراطية. لا هناك ديمقراطية تصريح تعلم لما كانت المظاهرات تحدثت عن الحريات. دعيني أسأل يعني ما تحدثنا عن الحريات قبل فترة وجيزة أغلقت قناة وطن لأنها استضافت معارض جزائري. كيف يمكن الحديث عن حريات التعديل في الإعلام حينما ينتقد الحكم يسجن الشخص؟ سوف أجيبك. أنا كنت من بين الذين استضافتهم تلك القناة في حوارات مع المعارضة حول مواضيع تخص البلد على كل. أنا استفسرت شخصيا على تلك الحادثة. القناة لم يعط لها ترخيص. هي المسؤول يقول أنه وضع الملف ولكن ليس لديها الترخيص حتى تنشر داخل الجزائر. داخل الجزائر. يقال لأن الجهات الرسمية لم تتكلم على هذا الموضوع وحتى الضيف الذي كان في تلك الحصة التي نصب على أنها هي التي كانت السبب تكلم وقال وتكلم يعني وقال أنه الرئيس الجمهورية يحترمه ويقدره وبالتالي يعني هي قضية إدارية بحتة وليست إذا رأيت في كنت موجود من قناة خاصة موجودة كنت موجود فيها بحرية كان تعرض المشاكل التي يعنيها المواطنين وتتنقل بكل حرية في جميع ربوع الوطن. نعم. في عدد الجرائد الموجوده يعني عدد كبير جدا. او مساعد شكرا لك استاذ سلمى. ويتكلمون في الرئيس ويتكلمون في عائله الرئيس. بالاسف اثروا هذا الحوار في حلقه اليوم من برنامج حديث الساعه. لكم تحيات فريق البرنامج وتحياتي انا رن العطار والى اللقاء في حلقه قادمه.